آخر علاقة هو relation between right ascension and our angle، البطلع مستقيم وزاوية الساعة. هذا الشكل أمامكم يمثل مخطط للقبة، يسموها القبة النجمية الستيلر اسفير، مكتوب بالكتاب بالإنجليزي، على مستوى خط الاستواء الإكويتر بلين، يعني هذا كليته الإكويتر بلين. طبعا علاقة كلش بسيطة، مجرد أرجع أقول مثل ما ركزت على التعريفات في البداية، هنا أنا هم من التعريف راح نعرف كل ما يتعلق بهذا الرسم. دائما أول ما أبدي زد بي إن، هذا دائما اتجاهه نحن النورث، و بي زد اتجاهه للساوث. لا تنسى زاوية الإتش مثل ما عرفناها بتعريف آخر في أحد الفيديوهات، انه تتراوح قيمتها من 0 الى 360 وتقاس دائما باتجاه الويست من الساوث. فلهذا احنا عندنا ستار ام اللي هو هذا المريديان مالته، هذا ستار ام. الزاوية اتش ام انجل اس بي ام از ويستلي، الزاوية اس بي ام هي زاوية الساعة للستار ام. منين تبدي؟ اس بي ام اللي هي من هاي اي دي اتش ام، هاي اتش ام هي زاوية الساعة للستار ام. ويستلي تقاس من الساوث مع اتجاه الغرب الى الستار ام مثل ما مكتوب هنا. Aries، Aries هي نقطة الاعتدال الخريفي، ويسمى أيضا Point of Aries، نقطة الاعتدال الربيعي كونكس، ويسمى أيضا برج الحمل اللي هي 21-3. هذا الموقع إذا نقيس الزاوية من هنا من S إلى الستار إلى موقع النقطة Aries، هذا يسموه H Aries، our angle، our angle of star Aries، SP SP Aries، our angle of equinox، our angle of equinox. إذن H Aries هو our angle of equinox. RA right ascension تعريفات، هي النقطة أو الاتجاه الذي يقاس من الأريس باتجاه الشرق. وين الشرق؟ هذا الشرق، يعني من هنا إلى الستار، من الأريس إلى الستار. هذا يعني إذا ستار هنا راح تكبر هنا، إذا ستار هنا راح تكبر، دائما يقاس من الستار باتجاه الإيست. هاي تعريف كامل. إذا أريس اللي هو زاوية أريس بي M، فصار عندنا علاقة H Aries، علاقة الأخ H M، وعندنا علاقة R A. هاي العلاقة بكل بساطة، بكل بساطة، إذا H Aries ناقصا H M راح يطلع R A. هو السؤال يقول العلاقة بين المطلع ال R A وزاوية الساعة. إذا نجمعها الـ RA ويا زاوية الساعة باي ستار راح يطلع لنا H Aries، the our angle of equinox. طبعا نفس الحالة إذا نريد نسويها الليبرا، بس أنا خلينا نسب الكونات، أيوة يساوي our angle of star زاد the right ascension of the star، معنى كلمة star. معادلات بسيطة، ثلاث علاقات بسيطة. أكون بهذا أنا كملت الفيديوهات مال التسعة اللي رادة، بس بقالنا فيديو آخر لأنه هو موضوع جديد اللي هو يسمى spherical triangle، راح أتطرق له بشكل تفصيلي إلى المثلث مال وعلاقات الرياضية، وأيضا إلى مثلث نابير بعلاقات الرياضية. شكرا.